السلامكم بنات، كنتمنى تكونوا لاباس. ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا واحد الوصفه ديال المخامر او المخنفر، كل واحد وشنو تيقول ليها. ما فيهاش المقادير بزاف، وكتجيب صراحه زوينه وبنينه، وكيجي هشيش ورائع صراحه، كيجي غزال. عندي هنايا 4 الكيسان ديال الماء، العبار كله خديته بكاس ديال اتاي بحال هكا. يمكنكم تاخذوا باي كاس، يعني اي كاس عندكم تاخذوا به العبار. عندي 4 الكيسان ديال المدافي، 2 كيسان ديال الفورس، 2 كيسان ديال السميده الاكسترا فين اولا الفينو. عندي معلقه صغيره ديال الخماره، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات خميره العجينه، معلقه كبيره ديال الخل وبيضه. صافي غندوزو ان شاء الله للوصفه. غنخلط كل شيء دقه واحده، غنضروري تكون نخلطوه بهذا، هذا الخلاط لوبغا. هذا صراحه كيجي احسن من مولينكس، جربتو ديجا بمولينكس ما عجبنيش صراحه، ما تيجيش زوين. هذا هو اللي طحنوا به، تيجي به احسن. الا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا مولينكس، ولكن ما تيعطيش نفس النتيجه. بسم الله، نديرو خميره، بيضة، معلقة صغيرة ديال الملحة، نديرو السميدة، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوى. غنطحنهم هما الاولين، عاد غادي ندير الخل. صافي هنا بعد ما خلطتو مزيان، درت ليه السلوفان من الفوق، غنخليوه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو، يخمر مزيان وندوزو نطيبوه. هنا غنعطيكم واحد لاستوس بالنسبه للبنات اللي تيكون عندهم. انا عندي 3 غاز، واحد ديال الضو هذا كنشعلو فقط يدفى، وكنحط فوق منه هكا فوالا، غير يدفى يعني يبدا يدفى كنطفيو عليه وكنحط فوق منه. هذه دغيا كيخمر العجينه، سورتو بحال دابا انا بغيتها للفطور مزروب عليه شويه هكا، الطريقه دغيا تيخمر. صافي البنات، هنايا بعد ما خمر كما كتشوفوا بحال هكا، درت المقله كتسخن، مقله غير صغيوره، تعجبني صراحه نديرهم غير صغيورين. هنا غادي نحتاجو الزيت، انا كندير الزيت وكندير بحال هكا شيتا باش كنهز باش ما هكا ما يجيش ميدم بزاف، يعني ما كنحتاجوش فيه الزيت بزاف. صافي تسخننا المقله ونبداو نطيبو ان شاء الله. فوالا بنات، دابا غادي نحضروا حريشات صغيورين. عندي هنايا السميده اللي كنديروا بها الحرشه، هنا عندي زلافه بحال هكا عامره، وهنا درت نص زلافه ديال السميده ديال الذره، عندي نص زلافه. عندي كاس لاروب ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، عندي شويه ديال الملحه والمدافي. شوفوا هاد الحريشات غيجيو خامرين، يعني غادي نخمروهم عاد نطيبوهم. ندوزو على تبارك الله. بسم الله،
انا هنايا درت زيت الزيتون، يمكن لكم تخلطوا زيت الزيتون مع الزبده او الزيت العاديه مع الزبده، نتوما اللي لكم اختيار، او لا غير الزبده بوحدها دايبه. انا صراحه كتعجبني الحرشه يكون فيها زيت الزيتون، تكون مذاق زيت الزيتون. صافي هنا بعد ما لبسنا مزيان بحال هكا، غندير الخميره، غنضيف عليها شويه ديال الماء، نخلطها مزيان. تعرفوا ان السميده كتشرب زياده على السميده ديال الذره، كتشرب اكثر. تنعجنوهاش غير تنرونوها بحال هكا، تنخلطوها، نزيدها شويه، غنخليها بحال هكا، غنغطيها ونخليها حتى تخمر. طبيعة الحال ملي غادا تخمر ما غاديش تبقى لنا جاريه بحال هكا، غنخليها حتى تخمر وندوزو نطيبوها ان شاء الله. فوالا البنات، هنايا بعد ما خمرات كتشوفوا كتجي بحال هكا، خلطوها مزيان وغادا نديرها هنايا. بطبيعة الحال هذه راه معروفه، ما كاينش مرا ما عندهاش بحال هذه. غندوز في السميده ونشد العبار بهذا الغطاء ديال قرعه نوتيلا. ناخذ هكا كويره صغيره، انا هنا نسيت ما دهنتش البلاك بالزيت، دابا دهنتها. صافي غنستمر على هذه الطريقه. كتجي بنينه هذه ديال الذره، كتجي رائعه. صافي غنستمر على هذه الطريقه ونلقاو من بعد. صافي هنا ملي كنحس بها طابت من التحت، كنرشها غير شويه هكا بالزيت من الفوق. فوالا البنات، الفطور ديالنا وجد. كانوا هادو مقترحات اليوم، حريشه كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف. كتجي صراحه لذيذه بداك المذاق ديال الذره، كتجي لذيذه. وهنايا عندنا المخنفر او لا كل واحد كيفاش كيسميه، كيجي صراحه زوين بزاف وكيجي مفشفش، كيجي رائع بزاف. كنقدموه مع العسل او لا الزبده نذوبوها ونزيدو معها العسل، كل واحد باش كيبغي ياكل المخنفر. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. سلامه.